مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهر. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. باتريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس ساقفتنا خريستوس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا محفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيري على يسوع. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وغصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيري على يسوع. وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. وكا يا رب.
أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى السماوات تذيع بمجد الله والفلك يخبر بأعمال يداي بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا يوم إلى يوم يبدي كلمة وليل إلى ليل يخبر علما بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا ليس قول ولا كلام للذين لا تسمع أصواته بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا في كل الأرض خرج صوتهم وفي أقطار المسكونة بث كلامه بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين بشفاعة والدة الإله وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريه إليسون أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودي أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين آمين يستجيب لك الرب في يوم الحزن وينصرك اسم إله يعقوب خلصنا أيها قدسه ومن صهيون يقبلك خلصنا أيها المعزي الصالح لنرات لك هللويا يذكر لك الرب كل ذبائحك ومحرقاتك يسمن خلصنا يا ابن يا أيها المعزي الصالح لنرات لك هللويا المجد للآب والابن والروح القدس كننك أينك الدائمة
البطل يا مريم وتأنست بغير استحالة وصلب أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس المجد مع الله والروح القدوس أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيري الأيسون أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لندع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك الإله الصالح والمحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يبتهج جدا شهوة قلبه أعطيته ومشيئة شفتيه لم تعدمه لأنك أدركته ببركات النعمة ووضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم حياة سألك فأعطيته أيها الرب طول الأيام إلى أبد الآبدين مبارك أنت يا محب البشر المجد صوفيا Ασώμε και ψαλώμε τας δυναστείαν σου. Σον σον ημάς παρακλήτε αγαθέ Hallelujah.
ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα σοι. لأنك قدوس
أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبحه السيرافين بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشيروبيم وتجد له جميع القوات السماوية، يا من أخرج كل الأشياء من العدم إلى الوجود وخلق الإنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه، يا من يمنح للطالب حكمة وفهما ولا يهمل للذين يخطئون بل وضع توبة للخلاص، وقد أهل نحن عبيده الأذلاء غير المستحقين أن نقف في هذه الساعة أيضا أمام مجد مذبحه المقدس وأن نقدم له السجود والتمجيد المتوجب له. أنت أيها السيد تقبل من أفواهنا أيضا نحن الخطاء التسبيح المثلث التقديس، افتقدنا بصلاحك واغفر لنا كل ذنوبنا الطوعية والكرهية، قدس نفوسنا وأجسادنا منحنا معبدك بالبر كل أيام حياتنا بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع القديسين الذين أرجوك منذ الدهر، لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإياك نمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد للأب والابن والروح
الجيران. اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. إلى سنين عديدات يا سيد بالمسيح أنت ما تون. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιόν σου. طلع من السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. Είσαστε αλληλούια. المسيح قد لبستم αλληλούια. بارك الآتي باسم الرب. خلص المؤمنين يا رب خلص المؤمنين. يا رب خلص الحسنية العبادة يا رب وروحك الكلية قدسه.
الصالح المؤمن لنا وكل والد واستجب لنا سيوف الرسول عبد الأقدس الطباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة ورشاليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا ثيوفيلو تماكاريوتاتو ثيوتاتو تيكي باناهيوتاتو باتروسيمون και πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. Θεοφίλος, Αβού Αλ-Ακδας Αλ-Τουβάουι, Βαλ-Τζαζίλου Αλ-Ιχτίραμ, بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقال الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا كريستوفوروس الكلي الطر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبولوس المقدسة المتقدمة في الكرامة والمتصدرة في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدة كريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا كريستوفوروس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفا على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدمة في الكرامة والمتصدرة في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوا عديدا إلى كل الأرض خرج صوتهم
السماوات تذيع مجد الله. حكمة. فصل من أعمال الرسل القديسين الأطهار. حكمة. فلنصغي. لما حل يوم الخمسين كان الرسل كلهم معا في مكان واحد، فحدث بغتة صوت من السماء كصوت ريح شديدة تعصف، وملأ كل البيت الذي كانوا جالسين فيه، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، فاستقرت على كل واحد منهم، فامتلأوا كلهم من الروح القدس وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا، وكان في أورشليم رجال يهود أتقياء من كل أمة تحت السماء، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور فتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم ينطقون بلغته، فدهش جميعهم وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أليس هؤلاء المتكلمون كلهم جليلين؟ فكيف نسمع كل منا لغته التي ولد فيها؟ نحن الفرتين والمادين والعلميين وسكان ما بين النهرين، واليهودية وكبادوكية وبنطسا وآسيا وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا عند القيروان والرومانيين المستوطنين، واليهود والدخلاء والكرتيين والعرب، نسمعهم ينطقون. بألسنتنا بعظائم الله. سلام لك أيها القارئ ولكافة الشام.
حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. فلنصغي. في اليوم الأخير العظيم من العيد كان يسوع واقفاً فصاح قائلاً: إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، من آمن بي فكما قال الكتاب ستجري في بطنه أنهار ماء حي. إنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، إذ لم يكن الروح القدس بعد، لأن يسوع لم يكن بعد قد مجد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا كلامه قالوا: هذا بالحقيقة كان هو النبي. وقال آخرون: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود من بيت لحم القرية حيث كان داود يأتي المسيح؟ فحدث شقاق بين الجمع من أجله. وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه يدا. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم: لما لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ هل أحد من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ أما هؤلاء الجمع الذين لا يعرفون الناموس فهم ملعونون. فقال لهم نيكوديموس الذي كان قد جاء إليه ليلا وهو واحد منهم: ألعل ناموسنا يدين إنسانا إن لم يسمع منه أولا ويعلم ما فعل؟ أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضاً من الجليل؟ ابحث وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. ثم كلمهم أيضاً يسوع قائلاً: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة. Thank you.
أبنائي، كل سنة وأنتم سالمين. أنتم أبناء هاي الكنيسة المقدسة، أبناء هاي المدينة المحبوبة، مدينة عجلون، وأنتم بتحتفلوا اليوم بعيد كنيستكم اللي هو يوم عيد العنصرة واثنين الروح القدس. فكل سنة أنتم وقدس أبونا غريغوريوس كاهد هاي الرعية المحبوب من الرب، وأنتم أبنائي وبناتي بخير نعمة وبركة من لدن الرب. أبنائي، عيد العنصرة هو يوم مميز في حياة الكنيسة، لأن الكنيسة بهذا اليوم تأسست. اليوم الرسول بطرس وعظ وعظته الشهيرة اللي تكلم عنها سفر أعمال الرسل، اللي فيها آمن أول 3000 مؤمن، أول 3000 مؤمن. اليوم بعيد العنصرة حل الروح القدس على التلاميذ، فتكلموا بألسن. كل واحد من عديد من الجنسيات كان يسمع وعظة الرسول بطرس بلغته الخاصة، وهيك قدروا إنهم يؤمنوا بالمسيح من خلال الوعظ اللي تم بالروح القدس من خلال الرسول بطرس. اليوم انولدت الكنيسة، هاي الكنيسة المقدسة اللي انولدت من على الجلجلة، لا بل هي مولودة منذ الأزل، لأنه إلهنا الواحد المثلث الأقانيم هو موجود قبل الدهور منذ الأزل. الكنيسة هي موجودة بوجود الله الأزلي والأبدي، ولكن الكنيسة ظهرت للعالم، ظهرت للعالم بتجسد الإله الكلمة الرب المخلص يسوع المسيح. واليوم بحلول الروح القدس الأقنوم الثالث على التلاميذ، الكنيسة بتتأسس حتى تقدر إنها تبحر في العالم وتكون شاهدة للإله المتجسد، للإله الواحد المثلث الأقانيم، وهي تكرز الحق المعلن من السماء بيسوع المسيح الإله المتجسد. أبنائي، كنيستنا المقدسة من بلادنا حدث هذا العيد في القدس، في المدينة المقدسة. فبالنسبة إلنا نحن أبناء بطريركية القدس، هو عيد محلي، عيد العنصرة. شوفوا قديش أهمية بلادنا المقدسة، قديش أهمية محافظتنا على الإيمان المستقيم الرأي من أي شائبة، حتى يبقى زي ما استلمته الكنيسة المقدسة بالروح القدس، بدون شوائب، بدون أخطاء، بدون أي تشويه ولا تشويش. أبنائي، الروح القدس ونعمته هي دائماً مع الكنيسة وموجودة في الكنيسة، موجودة في الكنيسة في كل أسرار الكنيسة. ما في شيء بيتم في الكنيسة إلا بحلول الروح القدس. وعشان هيك عندنا سر الكهنوت المقدس، الكاهن اللي أخذ السيامة من الأسقف وأصبح كاهن في الكنيسة، نعمة الروح القدس تفعل من خلاله بالأسرار الإلهية. قديش مهم نحن أبناء الكنيسة نتمسك بليتورجية الكنيسة، يعني نقدر إنه نعيش كل خدمة، كل صلاة تقام بداخل الكنيسة، لأنها بتتم بحلول الروح القدس. الروح القدس أبنائي كمان هو ساكن في كل إنسان، لأنه أخذناه بالمعمودية. لما تعمدنا في جرن المعمودية وتغطسنا 3 مرات باسم الآب والابن والروح القدس بالمعمودية اللي فيها لبسنا المسيح،
وخلعنا الإنسان العتيق بالمعمودية بمسحة الميرون المقدس اللي هي مواهب الروح القدس. أخذنا الروح القدس، والروح القدس ساكن في كل واحد فينا، ولكن خطايانا بتشوه، أو إذا بدكم بتعطل هاي النعمة الموجودة فينا. ولكن النعمة موجودة، ولازم دائما نحن نخليها فاعلة من خلال التوبة. الإنسان لما بيتوب بفعل موهبة الروح القدس اللي ساكن فيه، حتى يقدر إنه يكون هو نور في العالم، ويشهد للحق، ويتقدس، ويكون ابن حقيقي للكنيسة، حتى يكون ابن السماء، ابن الملكوت السماوي. أبنائي، بالروح القدس احنا منستوعب كل إيماننا اللي العقل المجرد ما بيقدر إنه يستوعبه. قد ما بيحاول الإنسان يدرك اللا مدرك الغير موصوف بعقله المحدود، ما بيقدر الإنسان، ما بيتمكن، لأنه عقلنا محدود. ولكن بنعمة الروح القدس اللي ساكن فينا، واللي أخذناه بالمعمودية، ومن خلال المناولة المقدسة بحيا فينا، الروح القدس هو اللي بعطينا إنه يكون في داخلنا في هاي القناعة الإيمانية بإلهنا الواحد المثلث الأقانيم. عشان هيك بتشوفوا إنه فقط المسيح بيقدر يدرك هاي الحقائق الإيمانية ويستوعبها بالإيمان بالروح القدس اللي ساكن فيه. ما تفكروا أبنائي إنه الروح القدس بعيد وغريب عنا، لا أبنائي، الروح القدس حاضر في كل لحظة في الكنيسة، وزي ما حكالنا ووعدنا يسوع، هو ماكث معكم، هو حاضر معكم ليشهد للحق ويتمم كل شيء في الكنيسة لمنتهى الدهر. عشان هيك أبنائي، قديش علينا إنه نتشجع، قديش علينا إنه نتعزى، نتقوى، يكون في داخلنا رجاء إنه الروح القدس نعمه هي معنا وساكنة فينا. قديش علينا مسؤولية إنه نفعل هاي النعم في حياتنا، حتى نقدر إنه نكون بسلام وفرح، نعمة وبركة، ونقدر هذا السلام نعطيه للحوالينا، بعائلتنا، ببيوتنا. قديش مهم الروح القدس انفعله في داخل الأسرة المسيحية اللي بتتعرض لكثير من الحروب في هاي الفترات الزمنية. أبنائي، الروح القدس هو في كل بيت من بيوتنا حاضر. قديش مهم نحافظ عليه حتى يكون موجود ومفعل، حتى نعمته دائما تنعكس على حياتنا وعلى علاقتنا مع بعضنا البعض. كل علاقة حقيقية مع أخونا الإنسان، كل تسامح، كل محبة، هي بنعمة الروح القدس تتم. بتساءل كثيرين، كيف المسيح بيقدر يغفر؟ كيف المسيح بيقدر يسامح؟ وأنا بحكي والكنيسة بتحكي، فقط بالروح القدس الساكن فيه. لأنه بالمنطق وبالعقل وبالمفهوم الدنيوي العالمي ما بيقدر الإنسان يسامح، فقط بالروح القدس بيقدر يسامح ويشعر بفرح المسامحة، حتى يقدر إنه يعيش المحبة الحقيقية اللي علمنا إياها يسوع وهو على الصليب. أبنائي، هاي المحبة هي ثمرة من ثمار الروح القدس. السلام، الفرح، هي ثمار الروح القدس. قديش مهم إنه نخليها موجودة في قاموسنا اليومي، في حياتنا اليومية، ما نخلي الاضطراب، القلق، الحزن، اليأس يسيطر علينا، ولكن دائما إنه يكون بنعمة الروح القدس هذا الفرح، هذا السلام، هاي النعمة موجودة في قلبنا، حتى نقدر إنه نتعزى، والروح القدس هو بعطينا التعزية. عشان هيك منحكي أيها المعزي الصالح، الروح القدس هو المعزي اللي نحن دائما
نلتجئ إليه حتى نأخذ هاي النعمة والبركة؟ أبنائي كل سنة وأنتم سالمين. هذا العيد اللي هو عيدكم أنتم هون برعية عجلون، وعشان هيك حبيت أكون اليوم معكم حتى أعيدكم، حتى أحكي لكم إنه محبتي إلكم كبيرة، لأنكم أنتم كنيسة الروح القدس في عجلون. أنتم هاي الرعية المتمسكة بإيمانها، اللي عايشة حياتها بالمقدار المستطاع من التمسك بإيمان الكنيسة وبالوطن. ربنا يبارككم أبنائي، ومنعايد من خلالكم كل أهالينا اللي موجودين في المهجر، منطلب من ربنا إنه يعطيهم كل نعمة وبركة، يكونوا بسلام وخير، ودائما ما ينسوا كنيستهم الأم، كنيسة القدس، بطريركيتنا، كنيستنا المقدسة، ولا ينسوا الوطن الحبيب الأردن. كتير مهم لما نكون في المهجر، لما نكون في الغربة، ما ننسى ولا الوطن السماوي ولا الوطن الأرضي ولا كنيستنا. أبنائي، اليوم كمان حابب أعلن لإلكم ولكل رعايانا من خلال وسائل التواصل إنه يوم الخميس القادم كان عندنا اجتماع للكهنة، اجتماع لكافة كهنة المملكة. حدث هذا الاجتماع في كنيسة الصعود، في قاعة كنيسة الصعود في عمان. كان معنا صاحب الغبطة من المدينة المقدسة، تداولنا كثير من الأمور اللي بتخص الكنيسة والرعاية، واتخذنا أحد القرارات اللي بحب إنه أعلم محبتكم فيه وأطلب منكم أنا كأسقف عليكم في كل مناطقنا في المملكة وبالأخص بالعاصمة عمان إنه نلتزم فيه. أبنائي، دائما كنت أسمع كثير من أبنائنا بتكلموا عن علاقة مشوهة ما بين رعايانا، ما بين الرعية، ما بين أبنائنا والكهنة لما بدخل المادة المصاري في النص. وكنت دائما من زمان وإنتوا بتتذكروني، كنت دائما أحكي وأحلم إنه لازم نوصل في يوم من الأيام إنه نقطع علاقة الكهنة بالفلوس، بالمصاري، بالمادة، والكاهن تقدر الكنيسة من خلال عمل مؤسساتي، من خلال سيستم سليم بداخل جسم الكنيسة اللي يعمل من دار المطرانية حتى تأمن للكاهن الشيء المحتاج، وتقدر تدبر كل أموره كما يجب، لأنه في عنا كتير من الآباء الموجودين خارج العاصمة عمان بمروا وبعرف في ضيقات مالية. عشان هيك اتخذنا قرار من 1/7 اللي راح يكون ساري المفعول، وأنا بطلب من كل أبنائي في كل مناطق المملكة وبالأخص بالعاصمة عمان إنكم تتبعوا الإجراءات اللي راح يقوم بنشرها قسم الإعلام بدار المطرانية. هاي الإرشادات راح تعطيكم أبنائي كيف الطريقة اللي من هلأ وطالع راح تحجزوا فيها لكل المراسيم الكنسية، يعني أكاليل، عماميد، وحتى الجنانيز كيف لازم تكون، وين راح يتم، في مكتب خاص في دار المطرانية وفي المناطق محددة في محافظات المملكة اللي راح يكون من خلالها يقدر هذا المكتب يرتب كل الأمور اللي بتخص بالحجوزات وبالأمور المالية اللي بتتعلق الكنائس والكهنة. فبدي أترجاكم من 1/7 نوقف إنه زي ما كانت العادة، وكنت كتير مرات أستاء لما الكاهن يكون موجود في الهيكل ويجلس نص ساعة وساعة ينتظر الناس يجوا ياخذوا شهادة الزواج مثلا ويدفعوا للكاهن بعض البركة اللي بخدها من الناس. هذا الإشي من 1/7 بدي يوقف، وأنا منعت أي كاهن من استلام أي مبلغ نقدي من أي إنسان تحت طائلة المعاقبة الكنسية. ممنوع يعني أي كاهن يستلم أي مبلغ مادي من أي إنسان.
في سيستم في الكنيسة اللي لازم تتبعوه، وبتقدروا أبنائي من خلال هذا السيستم تتواصلوا بهاي الأمور مع الجهات والناس المخولين والمتخصصين حتى يأخذوا ويتعاملوا بهاي الأمور. الكاهن منا نحافظ إنه يبقى بأذهانكم بالصورة اللي تليق في الكهنوت، بالصورة المطلوبة إنه يكون الكاهن فيها، واللي بدكم أنتوا أبناء يكون. وكثير من كهنتنا بيحملوا هاي الصورة حقيقة، في كثير من كهنتنا تشوهت صورتهم بطريقة غير مسبوقة ومش صحيحة ولا سليمة. عشان هيك أنا كأب روحي وراعي في الكنيسة ببركة صاحب الغبطة مع الكهنة اتخذنا هذا القرار كلنا مع بعضنا البعض، وبطلب منكم أنتوا أبنائي تلتزموا فيه، أنتوا تحترموا هذا القرار من الكنيسة اللي أنتوا دائما الشعب كنتوا تطالبونا. أنا بتذكر 30 سنة وأنا أخدم بالأردن وأنا بسمع ملاحظاتكم حول هذا الموضوع. أجا الوقت أنه يتطبق، ساعدوني في تنفيذ هذا الشيء، والإعلام في المطرانية رح ينشر ويبث الطريقة، وهي الأموال رح تجمع حتى تقدر إنها بالتواسي توزع على كل الكهنة الموجودين في كافة مناطق المملكة حتى يكون في مساواة ما بين الكهنة، وبالتالي كمان حتى يقدر هذا الصندوق يغطي احتياجات الكهنة وعائلاتهم، لأنه كتير مرات عائلات الكهنة هي محتاجة لكثير من الأمور. وهذا بعرف إنه شعبنا رح يتفاعل مع هذا الشيء ورح يعمل اللازم إنه ينعمل بالطريقة السليمة اللي اشتغلنا عليها واشتغل عليها فريق متخصص بداخل المطرانية حتى تنجح. أبنائي كل شيء بنعمله رح يكون لصالح أبنائنا الروحيين، الكهنة والشعب، حتى تبقى الكنيسة في ضميركم كما يجب، ما تكون، لأنه في كثيرين بيحاولوا يشوهوا صورة كنيستنا الأرثوذكسية، صورة كهنتنا، وصورة كنيستنا وكهنتنا مش لازم تصاب بأي شائبة من خلال أنظمة وقوانين الكنيسة اللي لازم تفعل بالطريقة اللازمة ضمن القوانين والأطر والمؤسسات والحوكمة كما يجب. ربنا يبارككم أبنائي. حبيت من هون أعلن هذا الموضوع لكل رعايانا في المملكة وبالأخص بالعاصمة عمان، لأنه هذا الموضوع رح يبتدي أكثر من العاصمة عمان، في العاصمة عمان رح يكون، فبالتالي بدي أطلب من كل أبنائي الالتزام بهذا القرار. كمان أبنائي بحب أعلن كمان مرة لمحبتكم إنه موضوع المدارس، مدارسنا التابعة على البطريركية، أنتوا دائما كنتوا تحكولي قديش مهم إنه يكون في عنا مدارس حتى هون في عجلون. ما تفكروا عمري نسيت أو بنسى صوتكم اللي دائما بصدع في ضميري في وجداني في قلبي، صوتكم أنتوا في عجلون وفي كل المناطق، في الكرك وفي الحصن وفي كل منطقة من المناطق اللي نحن مش موجودين فيها كمدارس، صوتكم معي وهو بيحركني. وعملنا مؤسسات في داخل المدرسة المدارسنا رح تشوفوها عن قريب، لأنها رح تنعكس على كل مجتمعاتنا في المحافظات، وهذا الحلم اللي كنا نحلم فيه عن قريب رح يتحقق في كثير من محافظات المملكة. ومدارسنا أنا واثق بالمؤسساتية وبالكوادر وبالطريقة اللي منتعامل فيها طيلة السنة الماضية اللي وضعنا أسس لكثير من الأمور، وهلأ أوكلنا كمان المدارس لإدارة جديدة حتى نقدر إنه نرفع بمستوى مدارسنا، تكون مدارس منافسة للمدارس الأخرى، ونقدر نعطي فرصة لكل أبناء الوطن بأقساط معقولة إنه يكونوا في مدارسنا اللي هي مدارس الكنيسة المحلية والوطنية، كنيسة 2000 سنة، حتى تحمل وتساهم من جهة في تثبيت الوجود المسيحي وفي المحافظة على الهوية الشرقية، هوية الوطن، هوية الكنيسة،
وبنفس الوقت تساهم في ترسيخ هويتنا الوطنية المحلية. ربنا يبارككم أبنائي، صلوا صلوا لنا دائما، وانتوا دائما في صلاتنا. نعمة وبركة المسيح تكون معكم كل سنة وانتوا سالمين. نعمة وبركة ربنا تحميكم دائما. اتكاتي نريني تكريو داي صومت Αντι λαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σοφία. إننا خروا لك أيضا بل مرارا كثيرا نشتو لك ساجدين ونتضرع إليك أيها الإله الصالح المحب البشر، طالبين أن تنظر إلى طلباتنا، تطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، تمنحنا أن نتمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. هب أيضا الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة في الإيمان وفي الفهم الروحي، امنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدونين، فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض. أيها الرب إلهنا رب السرافيم ملك إسرائيل المستوي على العرش الشرومي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القدسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال، وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، تجعلني كفأا بقوة روحك القدوس، وأنا لابس نعمة الكهنوت لأن أتمثل لدى مائدتك هذه المقدسة، وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، لأني إليك أتقدم حانيا عنقي وأطلب إليك، فلا تصرف وجهك عني ولا ترذلني من بين إيماني، لكن أحيلني أن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. اتشروا في مستيقوسي كونيزون بس نزوكيو تريابي تدرسايو لهم توصادوا بس passa di Dio di Sina per forma fattina. Oh,
ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νεστή Κύριος ο Θεός, είναι η βασιλεία αυτού πάντοτε
νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σατά καχανούτικα ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات وكل أخ لنا في المسيح أخانا المتروبوليت فينيديكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت فينيديكتوس والإيكونوموس خارالامبوس فرح غريغوريوس وسوفرونيوس والشمامسة سيلفستروس ونكتاريوس الأم إيرينيا مع أخويتها في المسيح جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة وأبناء هذه الرعية المحتفلة بهذا العيد البهي الشريف مع جميع الذين في الضيق والشدة والأمراض والأحزان الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والحروب والكوارث والأوبئة والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة مع لجنة الكنيسة وسيدات الكنيسة وشبيبة هذه الكنيسة ومدارس أحدها ومرشديهم وجميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون فيها وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين Στη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. الذين شيدوا هذه الكنيسة المقدسة مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من البطاركة ورؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين البطريرك ثيودوروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين مع رئيس الأساقفة سيلفستروس مع جميع الذين خدموا في هذه الكنيسة المقدسة وفي جميع أديرة وكنائس المملكة مع عبيد الله فؤاد أنيسة الأم رومانية وجدي فايز فوزان فوزي فوزية فندي فواز وسالم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين كهنوتكم وشموسيتكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين ورشيمون يوسيف أبودوكسيلوس كثيرون تأخرندوس سوما سندومي كثرات أروماسي المنيمتي كنون كذفسة ساتفتك توتي أنيسوسي إبيتو ثيسيستيريوس وموسكوس και λέει σόν ο Θεός, και λέει σόν ο Θεός, και λέει σόν ο Θεός. Αρουχ ελκούδος, يحل عليكم وقوة العلي تضللكم της Ιεροσύνης, Ιεροσύνης, Ιεροσύνης وكهنوتك ليذكر الرب الإله وشموسيتك ليذكر الرب الإله وشموسيتك ليذكر الرب الإله
في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. الضابط لنكمل طباتنا للرب ذبيحة التسبيح من الذين يدعونه من كل قلوبهم تقبل منا أيضا نحن خطأ طلباتنا وقدمها إلى مذبحك المقدس من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب أهلنا أن نجد نعمة الأمامة ويحل روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب كيريا لايسا قادر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل استجب يا رب ملك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا ربنا سأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم ربنا سأل أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة ربنا اسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح مرهوب نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة طاهر الفائق البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم لروحك أيضا لنحبن بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر يا رب يا قوي
الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوف، لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة الدم تسبح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشريكة الروح القدس لتكن مع جميعكم. لنرفع قلوبنا فوق أشكرن الرب حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل، فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا، ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين، وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس قدوس قدوس. إننا
نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر، ونقول قدوس أنت وكلي القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال. يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية، يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا، الصلب والقبر والقيامة ثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. بارك يا سيد الخبز المقدس، واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. بارك يا سيد الكأس المقدس، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. باركما كليهما يا سيد، محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس وملء ملكوت السماوات، والدالة لديك لا لدينونة ولا لقضاء علينا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والآباء، رؤساء الآباء والأنبياء، الرسل، الكرزة، المبشرين والشهداء والمعترفين والنساك، وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك المستكين. فناديك في ربنا خلقت سنة وصفت خرانا وصفرورية صفرورية ميريو سيلفسترو في نكتارية وخاصة من أجل الطاهرة الكليات القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. المشرفين الرسل الكلي مذيحهم، وجميع قديسيك الذين في طلباتهم افتقدنا يا الله، واذكر جميع الذين رقدوا على رجاء البعث الحياة الأبدية، جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس المراقبين مع عبدك الإيكونوموس كوستانتين، وارحمهم يا إلهنا حيث يشرق نور وجهك. ونرغب إليك يا رب أيضا تذكر جميع الأساقف المستقيمين الرأي القائلين كلمة حقيقة باستقامة، جميع الكهنة والفدان في المسيح، الطغمات الكهنوتية والرهبان المتوحدين. نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل المسكونة، من أجل الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، من أجل عائشين بالطهارة والسيرة الشريفة، من أجل ملوكنا المؤمنين محبين المسيح وكل بلاطهم وعسكرهم. إنهم يا رب أن تكون ممالكهم في سلام، لكي نقضي نحن أيضا في
وافد لأمرهم أمرا مطمئنا هانئا على تمام حسن العبادة والتأمين. عظيما هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيما هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. الذين قدموها والذين قدمت من أجلهم اذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. اذكر يا رب أول نبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقيقة باستقامة. اذكر يا رب أول نبانا ورئيس كهنتنا خريستوفوروس، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس ألانا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب. اذكر أيها الرب أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب. أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس برائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك من يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. واهلنا أيها السيد أن نتسر بدالة على ندوك بن غير مدينينا أيها لله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم
واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. برحمتك أيضا. لنحني رؤوسنا للرب. نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا، بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر الذين أحن لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو، واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. بنعمته ورفاقته الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. فلنصغي المقدسات للقديسين. يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة احفظنا في قداستك لهجينا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائة السماوية المحيي الرهيبة فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعطنا خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. إننا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعا في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك لأنك أنت هو لأنك أنت هو لأنك لأنك أنت هو لأنك أنت هو التقديس ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ولدار الدائرين. آمين.
لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القدير. يا رب، يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك، واحفظ ملء كنيستك، وقدس الذين يحبون بهاء بيتك. أن تشرفهم عوض ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. وهب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا سيد. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من أرسلت الروح الكلي قدسه على رسلك القديسين الأطهار على هيئة ألسنة نارية، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر، والقديس العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية، كاتب هذه الخدمة الإلهية الشريفة، وجميع قديسيك. ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم. آمين.